السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رح نديروا حصة تطبيقات من السلسلة الأولى للقاسم المشترك الأكبر. نبدأ بالتمرين 15 ليكن العددان ب و أ، حيث أ تساوي 2 على 3 زائد 3 على زائد 7 على 3 في 1 على 5، والبي 7 على 2 ناقص 5 على 6 في 1 على 4. إذا نبدأ نحسب الأ، هي الأولى أ تساوي لدينا عملية جمع وضرب، إذن أولوية للضرب فتصبح 7 على 15، وهنا 2 على 3 زائد 7 على 15. إذا النتيجة النهائية يجب أوحد هذا المقام لكي يصبح 15، فسوف أضربه في 5. إذا ضربت المقام في 5 أضرب البسط أيضا في نفس الرقم. إذا النتيجة النهائية لأ 2 في 15 زائد 7 17 على 15. الآن نروح للبي نحسبها بنفس الطريقة. بي تساوي 7 على 2 ناقص 5 على 6 في 1 على 4. إذا الأولوية للضرب فتصبح 5 على 24. 7 على 2 ناقص 5 على 24. إذا هنا يجب توحيد المقامات. هو العدد الذي أضربه في 2 يعطيني 24، هو 12. إذا 2 في 12 و7 في 12 ناقص 5 على 24. إذا 7 في 12 هي 84. إذن 84 على 24 ناقص 5 على 24. النتيجة النهائية المقام المحتفظ أو الموحد هو 84 ناقص 5، 79. إذن البي تساوي 79 على 24. الآن أكتب العدد أ على بي على شكل كسر غير قابل للاختزال. إذا الآن مش راح نديرو، راح نمحي نخلي البي نتيجة البي والآ فقط، إنهم اللي راح نحتاجهم. نشوفو كيف ندير. إذا أ على بي ما معنى ذلك؟ معنى أ تقسيم ب، يعني 17 على 15 تقسيم 79 على 24. ما هو قانون القسمة؟ ما هو قانون القسمة؟ هو ضرب الكسر الأول في مقلوب الثاني. إذن أ على ب تساوي 17 على 15 في 24 على 79. الآلة الحاسبة 17 في 24 هي 400 و 800 على 15 في 79 هي 1185. إذن هذا كملناه وهذا كملناه، بقى لي فقط أني نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال. باش نرجعه على شكل كسر غير قابل للاختزال لازم نلقى البي جي سي دي تاع 1185 مع 408. إذن نديرو البي جي سي دي تاعو. نبدأ إذن 1185
وخمسة وثمانين تساوي 408 في عدد زائد عدد. إذن 1185 تقسيم 408 فيها 2 والباقي 369. إذا الآن 408 وش تساوي؟ تساوي 369 ضرب 1 زائد كم؟ تسعة وثلاثين. إذا 369 فيها 39 ضرب كم؟ 9 زائد 18. 39 هي 18 في 2 والباقي 3. إذن 18 تساوي 3 في 6 زائد 0. إذن شنو هو القاسم المشترك الأكبر؟ هو الرقم اللي يكون فوق الصفر، إذن هو 3. إذن راح نقسم كل من البسط والمقام على 3 فأتحصل على الكسر الغير قابل للاختزال. ربعمية وثمانية تقسيم 3 136 و1185 تقسيم 3 هي 136 على 395. طبعا باش نتأكدوا انا عندي التطبيق اللي درت لكم في الفيديو، راح نجيبه ونبدأ نحسب باش نتأكد اذا كان صح الارقام اللي عندي صحيحة ولا لا. اذا عندي 408 و1185 1185 والعدد الآخر كان 408. إذا ها وين 3؟ أنا ترى أنا صحاح. إذا كملنا باللوجيسيال، نعود نرجع للعملية تاعنا. إذا كتابة العدد A على B على شكل كسر غير قابل للاختزال، اضطرنا أن نستعمل بي جي سي دي لإيجاد القاسم المشترك الأكبر باش نقسم عليه باش نلقاو هذا الكسر، لأنه دائما السؤال تاع اكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال معناه اضرب كل من البسط والمقام في قاسمهما المشترك، دائما هذا هو الجواب تاعها. إذا الآن كملنا التمرين 15، نروحوا الآن للتمرين اللي بعده اللي هو التمرين 16 اللي هو يتكلم عن دورة أجنبية، يعني جبناه من أن بروفي تاع بلد آخر. نمحي السبورة ونكملوا. إذا التمرين 16 وش قال لي؟ نضع A تساوي 1 على 3 زائد 14 على 3 تقسيم 35 على 12، وال B هو عبارة عن حساب على القوى، و C عبارة عن كسر عادي. سؤال أول، أحسب العدد A واكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال. A في حد ذاته راه تمرين. إذا نبدأ دونك A تساوي
واحد على ثلاثة زائد 14 على 3 تقسيم 35 على 12. طبعا نبدأ بالقسمة. إذن 14 على 3 ضرب 12 على 35، وما ننسوش نكتبه الواحد على ثلاثة في مكانها. كانت هي الأولى تكتب هي الأولى. دونك 14 في 12 هي 168، 3 في 35 هي 105، زائد 1 على 3. إذن هنا لازم نوحد المقامات. يا ترى شنو هو العدد اللي نضربه في 3 باش يعطيني 105؟ هو 35. إذا راح نضرب كل من البسط والمقام في 35. كيفاش عرفتها؟ قمت بقسمة 105 على 3. إذا النتيجة وشنو هي؟ هي 35 زائد 168 على 105 تساوي. ميتين وثلاثة على 105. إذن الآل قينا ومن بعد قال لي اكتبها على شف الكسر غير قابل للاختزال. وش معناتها؟ معناتها لازم نلقاو البي جي سي دي. أنا باش ما نضيعش الوقت راح نلقى البي جي سي دي باللوجيسيال. دونك عندي 203 203 مع 105. إذن القاسم المشترك الأكبر وشنو هو؟ إذن هو 7. 203 مع 105 أيوة. دونك بما أنه هو 7 نختزل مباشرة. إذن 203 على 105 تقسيم 7 تساوي. إذن نبدأ 29 على 15. إذن نكتبها هنا باش نقدر نمحي السبورة. إذن أ تساوي 29 على 15. سؤال ثاني، احسب العدد ب واعطي كتابته العلمية ثم كتابته العشرية. اذا نروح للب، ايش يساوي؟ يساوي 81 في 10 اس ناقص 5 في 14 في 10 اس 2 اس 3 على 7 في 10 أس 4. أنا وش مقرية التلاميذ نقولهم الأرقام خلوهم مع بعض. أنا شحال عندي أرقام؟ عندي 81 وعندي 14 وعندي 7 نكتبهم مع بعض، والعشرات نكتبهم هنا وحدهم. إذن عندي 10 أس ناقص 5 وعندي هذه تولي 10 أس 6 إنه 2 في 3، و 10 أس 4 كي تطلع تغير من إشارته فتصبح 10 أس ناقص 4. نبدأ بالهادونا، ناقص 5 وناقص 4 هي ناقص 9، ناقص 9 كي نزيد ولا 6 تعطيني 10 أس ناقص 3. نروحوا لهادو نحسبهم بالآلة الحاسبة. 81 في 14 تقسيم 7 هي 162. إذا 162 في 10 أس ناقص 3. لكن هو قال لي كتبي كتابة علمية. مش معناته كتابة علمية؟ يعني نخلي عددين فقط بعد الفاصلة. إذا 1.62 في 10 أس 2 هذه رجعنا على هذا الشكل. ما ننساوش بلي كانت كاينة 10 أس ناقص 3. إذا البي في الأخير راح نكتبه هنا هو 1.62 في 10.
في 10 أس 1 إذن 10، ونمحو السبورة. بعد قال لي بي اكتبيها كتابة عشرية، كتابة عشرية هي 16.2، يعني كي نضربها في 10 بي كتابتها العشرية هي 16.2. الآن أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 462 و65، هو يعني راح يقول لي احسبي السي. إذا راح نشوفوها مباشرة في الآخر. علاش؟ لأنه أنا مع التلاميذ راني حليت هذا التمارين، وهما عارفين باللي حفظتهم كيف يخدموا القاسم المشترك الأكبر. إذن نمحي الأمور اللي ما نحتاجهاش. إذن واش راكم تلاحظوا باللي القاسم المشترك الأكبر واش كان؟ واش راكم تلاحظوا؟ تلاحظوا باللي القاسم المشترك الأكبر كان واحد بين 462 و65. إذا لما نصيب القاسم المشترك الأكبر بين عددين هو واحد، نسمي هذان العددان عددان أوليان. إذا بي جي سي دي ربعمية واثنين وستين مع 65 هو الواحد. نزيد برك نتأكد باش ما نعطيكمش معلومات خاطئة. إذا 462 و65، إذا فعلا أعطاني واحد. إذا كي يعطيني واحد قلنا أي قاسم مشترك أكبر بين عددين يكون يساوي الواحد. إذا هذان العددين نقول عنهما أنهما أوليان فيما بينهما. دونك هنا كملنا هذا التمرين. نروح الآن للتمرين 17. هماني حطتهم هنا ونراهم. أيوة التمرين 17. جيد. إذا أحسب القاسم المشترك للعددين 1053 و832. إذا بي جي سي دي استغفر الله. نروح مباشرة لابليكاسيون. دونك عندي 1053 و832. إذن هو 13. هو 13. إذن 1053 أعلى 832، نقسمها باش نلقى الكسر الغير قابل للاختزال، نقسمها على 13. إذا هذا جاوبناه وهذا رانا نجاوب عليه. نبدأ 1053 تقسيم 13 هو 81، وثمانمية واثنين وثلاثين تقسيم 13 هي 64. فوالا هذا التمرين 17، سهل بزاف. بقانا التمرين 18. نجيبو الورقة تاعو هي في تحت كامل تحت السبورة.
صح. هنا سألني أول سؤال في تمرين 18، هل عددان 700 و1025 أوليان فيما بينهما؟ كيف يتم الجواب على هذا السؤال؟ ببساطة راح نحسب القاسم المشترك الأكبر، نحسب بي جي سي تي. إذا لقيت واحد معناتها نعم هما أوليان، إذا ما لقيتوش واحد معناتها ما همش أوليان. لكن حذاري، هو ماذا قال لي؟ علل إجابتك دون حساب القاسم المشترك. هنا لازم تكون حافظ قابلية القسمة. أنا غير شفتهم عرفتهم باللي ما همش أوليان فيما بينهما. علاه؟ شوفوا معايا، 700 وشنو هو أحادها؟ صفر. والألف وخمسة وعشرين وشنو أحادها؟ خمسة. إذن في زوج يقبلان القسمة على خمسة، في القانون قابلية القسمة على خمسة. وشنو هو؟ يقول لك إذا كان العدد أحاده صفر أو خمسة فإنه يقبل القسمة على خمسة. إذن هذان العددان في زوج يقبلوا القسمة على خمسة، ومنه فهما ليس أوليان. لأنه وش معنى أوليان؟ يعني ما يقبلوا القسمة على حتى عدد إلا واحد فيما بينهم، يعني القاسم المشترك الوحيد بينهما إلا الواحد. لكن هنا هذا يقبل على الخمسة وهذا يقبل على الخمسة، إذن الواحد ليس هو القاسم الوحيد. إذن نقول له لا، ليس أوليان فيما بينهما. لأنهما من مضاعفات خمسة، لأنهما من مضاعفات العدد خمسة. هو طلب مني أن نجاوب بدون ما نحسب القاسم المشترك الأكبر. الآن في السؤال الثاني قال لي أحسب القاسم المشترك الأكبر تاع 700 و1025. إذا بكل بساطة احنا راح نحسبوه هنا، 1025 مع 700، إذن هو 25. إذن القاسم المشترك الأكبر تاع 1025 والآخر هو 25. دونك بي جي سي دي 1025 مع 700 هو 25. سنة متأكد سكسي إيه 25. الآن أكتب الكسر 700 على 1025 على شكل كسر غير قابل للاختزال. باسي توتو سي سامبل، كيما تعودنا دائما كي يعطيني هذا السؤال على واش نقسم على 25 بكل بساطة. دونك 700 تقسيم 25 هي 28، و 1000 و25 تقسيم 25 هي 41. وبهذا نكون كملنا السلسلة تاع البارح، إن شاء الله تكونوا فهمتوها وليداتي، ونلتقي إن شاء الله في حصة قادمة. أتمنى لكم يوم مبروك، إلى اللقاء.